بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا ذي بدء، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إتاحة بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمدينة الرياض، حرسها الله في هذا اليوم على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. توقفت في التفسير عند سورة المسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة أيها الإخوة سورة مكية كما ذكر ذلك أهل العلم، وهي 25 آيات و23 كلمة و77 حرفا، فإذا ضربت 77 حرفا في عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كم يصبح لك من الأجر العظيم في تلاوة هذه السورة الجليلة. هذه السورة مناسبتها لما قبلها، وهي سورة النصر التي ستأتينا بإذن الله، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أن الله تحدث في سورة النصر أن المطيع، أن ثواب المطيع أن يحصل له النصر والاستيلاء في الدنيا، والثواب الجزيل في الآخرة والعقبى. وهذه السورة، سورة المسد، تتحدث عن عكس ذلك، وهو أن عاقبة العاصي هو الخسار في الدنيا والعقاب في الآخرة، كما سيحصل لأبي لهب في تفسير هذه السورة. هذه السورة كما قال محمد بن حزم ليس فيها، كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، ولكني قبل أن أبدأ بهذه السورة أريد أن أتعرف وإياكم على هذه الأسرة، أسرة أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يكنى بأبي لهب، واسمه الحقيقي عبد العزى، يعني عبد الشجرة، لأن العزى شجرة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وله أبناء، له عتبة، وهذا قد أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وله درة، ابنته درة أسلمت، وله عتيبة، هذا لم يسلم وإنما سار في ركب أبيه. وزوجه، زوج هذا الرجل أبو لهب، أم جميل. فأبو لهب يعتبر من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد. ويذكر العلماء أن هؤلاء الأعمام انقسموا على 3 أقسام، منهم من أسلم كالعباس بن عبد المطلب الذي تنتسب إليه الدولة العباسية المشهورة من سنة 132 من الهجرة إلى سنة 656 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالدولة العباسية تنتسب إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب. ومنهم من أسلم كأسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. ومن أعمامه من كفر به مثل هذا أبو لهب الذي معنا في هذه السورة، كفر به بل آذاه، آذى النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، وكان عمه يلحقه ويلاحقه في النوادي والأماكن ويقول لا تصدقوا فإنه كذاب وساحر مجنون. فالناس يسألون من هذا الرجل الذي خلفه، فيقولون هذا عمه، فبعض الناس يقول هو أخبر به، فيفتن الناس عن الدخول في الإسلام.
ومن أعمامه من لم يسلم لكنه لم يؤذ النبي عليه الصلاة والسلام بل ناصره كعمه أبو طالب، ولذلك له ولذلك من نصرته له أن له لامية تسمى بلامية أبي طالب، ومن ضمن هذه اللامية وهي مطبوعة موجودة ويقول فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم مال اليتامى عصمة للأرامل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تكالب كفار قريش في ذلك العصر على النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، أتوا لعمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه وينافع عنه ليلا ونهارا، فقالوا: كف عنا ابن أخيك. فكان أبو طالب حدثته نفسه أن يتراخى عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك رجع عن هذا الرأي وألقى أبياته المعروفة المشهورة في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام في أبياته المعروفة، قال: والله لن، يعني يا محمد يا نبي الله، والله لن يصلوا إليك بجمعهم، يعني الكفار، حتى وسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ونصر النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف معه النبي صلى الله عليه وسلم وفاء له كعادته عليه الصلاة والسلام مع الناس جميعا، وقال لعمه: قل لي يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله في سكرات الموت. فكان آخر ما قال عمه أنه مات على ملة عبد المطلب، وهو عدم الإسلام والكفر بالله العلي العظيم. وأما زوج أبي لهب فهي أم جميل، وكانت هذه المرأة السيئة آذت النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأذية كزوجها. وانظروا سبحان الله العظيم، هذه الأسرة خرج منها المسلم وخرج منها الكافر، المسلم مثل عتبة ودرة بنت أبي لهب، وأما البقية فهم كفروا بالله العلي العظيم. أما عتيبة هذا فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة معروفة مشهورة أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فافترسه أسد بالشام. وأما عتبة فقد ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأما درة بنت أبو لهب فقد أسلمت وحسن إسلامها، أما أبو لهب فمات على الكفر، وكذلك عتيبة ابنه مات على الكفر، وكذلك زوج أبو لهب أم جميل ماتت على الكفر. وكانت هذه المرأة أم جميل كانت تضع الشوك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله، ولذلك فسر العلماء قول الله تعالى: حمالة الحطب، هذه المرأة أن تحمل الحطب والشوك تضع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام أذية له. قيل عنها حمالة الحطب لأنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة، والذي يمشي بين الناس بالنميمة وهو أنه ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد هو من يشعل الحطب ويشعل العداوة بين الناس. وهذه المرأة اجتمع فيها هاتان الخصلتان المذمومتان، وهما المشي بالنميمة وأذية خير شخص وطئت قدمه على وجه الأرض، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ويقول العلماء أن هذه المرأة كان لها قلادة، وكانت هذه القلادة يعني تصل إلى الألوف أو الألف أو الفين من الدنانير والدراهم، فمسكت قلادتها وقالت: سأنفقها، أي القلادة، في أذية محمد عليه الصلاة والسلام. فتكلم الله عنها في هذه السورة. وسبب نزول هذه السورة أن النبي عليه كما صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام
لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا، وكان هذا المكان الصفا في مكة، والصفا سمي بهذا الاسم، الصفا والمروة سمي الصفا بهذا الاسم لملاسة حجارته، فالعرب تطلق على الحجارة الملسة الصفا. فكان الشخص إذا كان عنده خبر مهم فإنه مع بزوغ الشمس وشروق النهار فإنه يأتي إلى هذا المكان مثل ما تقول وسائل الإعلام، ويدلي بدلوه ويطلب من الناس أو يخبر الناس ما عنده. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا في شروق الشمس إلا أن وقف على الصفا وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم، يعني أخبروني، لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان حاضر من الجماهير عمه أبو لهب، فقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فبدأت العداوة من تلك اللحظة. عاد هذا الرجل أبو لهب ابن أخيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا. تب، التباب عند العرب هو الخسران والهلاك، ومنه قول الله تعالى عن فرعون: وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في خسارة وهلاك. ويقول العلماء إن أول السورة تبت يدا، تبت معناها دعاء من الله على أبو لهب، وكلمة تب يعني خبر أن الله أجاب هذه الدعوة. فأنزل الله الدفاع عن نبيه عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، ومن هؤلاء المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: يا محمد، لم تخسر أنت ولم تهلك، وإنما خسر وتب وهلك من وقف في وجه دعوتك يا نبي الله. فقال تعالى: تبت، يعني خسرت وهلكت يدا. وقال يدا، وهو تحدث سبحانه وتعالى عن اليد، قالوا: لم يقل الوجه، كل يقول الوجه أو الذات، قالوا: لأن اليد هي التي فيها العمل. وقالوا: تكلم بالجزء أراد الكل، وهذا موجود في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الجزء ويريد الكل، وهذا كثير في القرآن، وبالعكس مثل قول الله تعالى: وقرآن الفجر، يعني وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر، يعني إن صلاة الفجر كانت مشهودة، يعني مشهودة عن تشهدها الملائكة، وهكذا دواليك. فقال تعالى: تبت يدا أبي لهب، وهي كنيته، وهو يكنى بأبي لهب. والسبب في تكنيته بهذا الكنية لأن وجهه كان مشرقا وأبيض ويميل للحمرة مثل حمرة النار ولهب النار، فذكره الله بهذه الصفة. فقال تعالى: فكني بأبي لهب، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ولا اسمه عبد العزى. وذكر العلماء أن السبب أن الله لم يقل تبت يدا عبد العزى لأن القرآن لا يقر الشرك به، فلا يقر أن يعبد الشخص غير الله تعالى، فقال تبت يدا أبي لهب. وتب يعني خبر عنه أنه خسر أبو لهب وهلك. وروي عن هذا الرجل أبو لهب قال: إن كان ما يقول ابن أخي محمد حقا أنه سيكون عذاب ويكون نشور وقيامة، فإني سأفدي مالي وولدي من العذاب. فالله قال تعالى عنه: ما نافية، ما أغنى عنه ماله الذي كسبه وما كسب من الجاه والمكانة في كفار قريش، وما ولن يغني عنه ماله ولا ولده يوم القيامة، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب، ما الذي سيكون، أو ما الذي سيكون في مصير أبي لهب؟ قال تعالى: سيصلى. والسين عند العرب للتنفيس والتقريب، يعني عن قريب سيصل النار. ومن إعجاز هذا القرآن العظيم أن الله حكم عليه أنه سيموت ويكون في النار، ولم يأتي هو ويقول سأخالف القرآن بعدما حكم علي بالنار وأسلم، لم يسلم.
فقال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، وجهه لهب، والنار التي سيصلاها ذات لهب. ثم تحدث عن زوجه فقال: وامرأته أم جميل، يعني حمالتها، صيغة مبالغة أي تحمل الحطب بكثرة، وتؤجج العداوة بين الناس بالنميمة، وتضع الشوك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، الجيد العنق. الشخص عندما يسمع أو يقرأ في جيدها حبل من مسد، العرب لا تعلق المرأة لا تعلق على جيدها وعنقها حبل، تعلق سلسلة من الذهب والفضة أو الألماس، ولكن سخرية من الله بها أن الله كما أنها أنفقت هذه القلادة التي على عنقها وجيدها وأنفقتها في أذية محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: سنجعل بدل هذه القلادة حبل من مسد، يعني حبل من مسد من ليف تجر به في نار جهنم وتعذب بهذا الحبل. وإلا فالعرب والمرأة العربية لا تعلق في جيدها وعنقها الحبل، تعلق الذهب والألماس الألماس. ولذلك قال امرئ القيس في معلقة المشهورة وهو يصف محبوبته، قال: وجيد، يعني عنق، وجيد كجيد الريم، وفي لفظ: وجيد كجيد الرئم، وهو الغزال والظبية. يقول يصف هذه المرأة محبوبته في الجاهلية، يقول أن جيدها يعني عنقها صافي، ليس فيه يعني صافي من البياض والجمال مثل عنق الظبية، وجيد كجيد الريم، ليس بفاحش. إذا هي نصته، يعني إذا رفعت هذه المرأة المعشوقة، إذا رفعت عنقها ولا بمعطل، يعني ليس بمعطل، ليس مفرغا من الذهب والفضة والألماس. لأن التعطيل عند العرب هو التفريغ من الشيء، ومنه قول الله تعالى عن البئر: وبئر معطلة وقصر مشيد. فهذا الرجل امرئ القيس الجاهلي يقول عن المرأة هذه: وجيد كجيد الرئم، ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. فقال الله تعالى عن هذه المرأة: في جيدها حبل من مسد، يعني حبل من مسد، يعني من ليف مفتول تعذب به في النار. نسأل الله السلامة والعافية لي ولكم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى. اللهم انصر جنودنا ممن هم على الثغور يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.